لو جيت وانت بتتفرج عليا دلوقتي وقلت لك مش عايزك تتخيل موزة ليها عينين وبق، ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي انت تخيلت موزة ليها عينين وبق. الفكرة هنا ان انا قلت ما تفكرش ان في موزة قدامك وليها عينين وبق. طيب هو موضوع غريب لما يجي حد يقول لنا ما تعملوش حاجة هي بتيجي في بالنا على طول، او حد قال لك ما تشربش سجاير انت وانت اصلا مش مدخن مثلا هتلاقي نفسك بتفكر ان انت بتشرب سجاير، او في موقف مثلا وحش حصل لك وحد قال لك ما تفكرش فيه هتلاقي نفسك برضه بتفكر فيه، او مثلا حد قال لك ما تعملش سبسكرايب لاحمد خالد هتلاقي نفسك لوحدك بتعمل سبسكرايب. هو احنا كده عقلنا متبرمج، وهو ده اللي هنتكلم عنه النهارده، وهي برمجة العقل. طيب على الرغم من اننا متبرمجين ومخنا متبرمج على ان احنا نعمل النفي عن الحاجه اللي غلط بنعملها، والحاجه اللي الناس بتقول عليها ما ينفعش ان هي تتعمل بتتعمل، الا ان المخ ذات نفسه ما بيفهمش حاجه اسمها نفي اصلا. اباط والامهات اللي بيقعدوا يقولوا اطفالهم ما تمسكش الكهرباء، ما تمسكش البوتاجاز، ما تمسكش النار، ما تعملش ما تعملش ما تعملش، طفل بلا وعي بيعمل عكس اللي انت بتقوله تماما. طيب ما تظلموش الطفل، هو ما فهمش النفي، زي ما انا جيت وقلت لك ما تفكرش ان في موزه ليها عينين وبق ومع ذلك فكرت برضو ان في موزه ليها عينين وبق. طيب ممكن نفكر كده، احنا بنقول لطفل ما تجريش، هو هيتخيل ان هو بيجري وبالتالي ممكن جدا ان هو ينفذ ويجري. طيب لو قلنا للطفل امشي بالراحه مش هيتخيل ابدا ان هو بيجري وهيتخيل نفسه وهو بيمشي بالراحه، فبالتالي ان هو ممكن جدا ينفذ الامر ويمشي بالراحه. المخ بيبقى عايز يعرف هو لازم يعمل ايه، مش عايز يعرف مش بيفهم هو المفروض ما يعملش ايه. يعني المخ محتاج اوامر، فهنا المخ محتاج جدا امر ايجابي عشان خاطر ان هو يبدأ ينفذ ويستوعب. النقطة التانية من البرمجة العقلية هو ان البني ادم محتاج 12 يوم عشان خاطر ان هو يبدأ يتعود على حاجة جديدة. طبعا كل مخه على حسب استيعابه، في ناس بتبقى اقل من كده وفي ناس بتبقى اكتر من كده، لكن المخ البشري الطبيعي جدا بيبقى 12 يوم. على سبيل المثال احنا مثلا حاطين بن للموبايل بتاعنا ومثلا ولنفترض ان رقم واحد من 1 لـ5، جينا بعد فترة كبيرة جدا من استخدام الباسورد بتاعنا اللي هو من 1 لـ5 عملنا الرقم مختلف خليناه 20 30 4 5 6 مثلا. يعني احنا في الاول كنا من غير ما نبص ممكن ندوس على 1 2 3 4 5 احنا فتحنا الباسورد، لما نيجي نغيره هنضطر ان احنا نبص ونركز واحنا بنكتب الباسورد بتاعنا، وهناخد فترة عقبال ما نبدأ نحفظه ونبدأ ان احنا نسجله من غير ما نشوف زي ما كنا بنعمل قبل كده. هو ده برمجة العقل، المخ ممكن يستوعب اي حاجة في الدنيا تخطر على بالكم، وممكن يتعود على اي حاجة في الدنيا تخطر على بالكم، ولكن محتاج استمرارية ومحتاج ان هو يتعود على الحاجة دي اقل شيء 12 يوم. طبعا انتم محتاجين ان انتم تتعودوا ان انتم تتفرجوا عليا عشان خاطر ان انتم تتابعوني بعد كده وتعملوا سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.